عالسلامة. عالسلامة. قبل منا روح. عصام رمضان ماتلين ولاية بنزرت. تحية لهالي بنزرت. يعيشك. عدنا في بنزرت ولاية بنزرت. مت من مكين. مرحبا بيكم بحذانا. يعيشك بركة. تعملوا في حياتكم. والله أنا زلز بمعنى بالفرنسي كارلور. مرحبا بيك. وأنا صنع تاعو. صنع تاعك أنت عارفه. أنا عارفه. أي. كيفاش علاقة العرف والصانع ساعة؟ والله هي علاقة العرف بالصانع يلزم يكونوا الزوز متفاهمين مع بعضهم. كذا اليوم متفاهمين الزوز مع بعضهم قدرة ربي فهمت ولا يكونوا متوافقين وتمشي الخدمة وامورهم ظلي واضحة. وربي يستر. ربي يستر. يا عايش. وانت كيفاش تراها العلاقة؟ راه معرفية. وضحكة وتفدليكة. سالك في الجي عاملين جو. ونهار كامل كان عاملين نضحكوا ونغنيوا. صحيح هذا هو السؤال تبداو تغنيوا ولا؟ بيان سور. كيفاش؟ والله شنو نبداو نغنيو؟ نغني انت ولا هو؟ توك نغني شويه. لا كيك شو ما عنديش كل ما عندكش هكا غنيه على الطاير؟ شو نقول لك عندي كل تنجم الليل هكا هو شويه هكا هو. هذه كان موسى حفظ الكل شويه شويه عاولها. في الوقت نتاع الخدمه لازمك تغني. شو نقول لك موسى حفظ برشا. حكايه تنجم الليل الضوايا. كي تخطر لك باش تغني تغني. باش نحكيو في موضوع عدم توافق المقدرة الشرائية مع معناها مستوى الأجور في تونس. بسم الله الرحمن الرحيم. والله المقدرة الشرائية متى المواطن ومستوى الأجور. نبداو الحاجة الأولى أنه ما ننسبوهاش يعني المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. يعني لتونس برك فمتى يلزمنا نعرف التطورات اللي صايرة في العالم. اللي هي الحرب نتاع روسيا على اوكرانيا، راي البلدان الكل فهمت ولا لا تعاني من حكايه راي غلاء المعيشه ومن كل شيء يعني غلاء المعيشه بصفه عامه فهمت. ولذا احنا جينا فهمت ولا لا في كما نقولوا في مفترق الطرق اللي هو جينا كما نقولوا خارجين من ثوره والبلاد تعبه وزيد عليها فهمت ولا كورونا وكملت عليها الحرب نتاع روسيا وأوكرانيا. وهذوما روسيا وأوكرانيا هما اللي يتحكموا كما يقولوا في السوق العالمية في القمح في التوسكي يعني قمح وحاسيله ما يهم كما يقولوا البشرية الكليكة باش تعيش يعني من قمح وسميد وفارينة وكل شيء. تونس هي لما حال بلادنا مزيانة مزيانة تونس اللهم صل على النبي مزيانه 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 بالحق. انا عندي تويكه شهرين من اللي مشيت يعني كما نقولوا البيت ربي مشيت البيت ربي فما عملت عمره انا والوالده ان شاء الله مبروك العمر عيشك العقبه ليك والوالده نتاعك. هاني مشيت يعني البيت ربي هي احسن بلاصه هي شنية بيت ربي ولا والمسجد النبوي. ولكن باش تقول لي مثلا باش نعيش فهمت ولا لا الغادي ما نجمش سبحان الله ريت كيفاش يعني ديما اخزر واحد بلاده فهمت يحس يعني كما نقولوا بلاده كما نقولوا ديما اللي تربى فيها واللي كذا هي المنطلق به ما نهربوش بالموضوع وكل شيء. وهذا يعني مع الحرب نتاع روسيا واوكرانيا والكورونا وكذا والثوره نتاعنا زيد عليها البلاد يعني كما نقولوا الرئيس يحب يصلح فمتى في البلاد ولكن فما وقتي برشا لوبيات يعني فما برشا كما نقولوا اشخاص اللي عندهم ذو نفوذ يعني فهمت في البلاد هما اللي قاعدين راهم يحطوا في العصا في العجله بمعنى يحبوا كما نقولوا البلاد تمشي على كيفهم مش على كيف المواطن لخاطر هما راهم زادوا غرقوا المواطن وزادوا راهم تو تلقى انت مثلا حكايه تحليب سكر كذا ما فماش زيت الزيت اللي كنا ناخذوا فيه ب 900 والحليب اللي ب 1300 مره فما 10 ما فماش يجيبوا لك شنو معناه فما مثلا حليب اللي موجود اللي ب 2500 وما فماش اللي ب 1300 الزيت فما اللي ب 30000 وما فماش اللي ب 900 شنو معناه لهنا؟ لهنا فما عباد اختي قاعده تلعب على البلاد هذيا تحب كيما نقولوا تفلسها وتحب كيما نقولوا الشعب هذا تحبه بالسيف باش يقوم على الحكومه نتاعو فهمت هما قاعدين يعملوا في الواحد هذا ولكن الشعب قاعد فايق بهم فهمت ما همش مخلي لهم كيما نقولوا الفرصه باش نعملوا كذا ولكن مع هذايا يلزم زياده بالحق يلزم بالحق في البلاد هذه يلزم الدوله تحاسب العباد اللي متورطه فهمت ولا يلزم المحاسبه في البلاد هذه ما دام ما فماش محاسبه
بيه مش نقولوا مثلا المحاسبه كما نقولوا باش ندخلوهم الحبس. انا شنو نعمل بيه؟ انا مثلا ندخلوا الحبس ونعش 20 سنه ويخرج لي كالعاده، والا فما بالطبيعه تو هو واحد لاباس عليه باش يمشي الحبس شنو؟ باش يعيش كيفي ولا كيف هذا ولا كذا؟ ليه؟ باش يعيش تقولش عليه كيما البرا، باش ياكل فهمت ولا اللحم وباش ياكل كذا وباش يعمل كذا. لا، ايجا نتفاهموا مثلا يا سيدي، العباد هذه كيما نقولوا نحاسبوها بالفلوس. هاي يا سيدي 50-50 كيما نقولوا. هاي انت عندك مثلا اربع شركات كذا وكذا وكذا ويمشي، وكيما نقولوا عندهم ديبوي 20 طون ولا 30 طون، شنو نعملوا لهنا؟ انت يا سيدي كيما نقولوا احنا امبو يجي ولا ما يجي؟ امبو مثلا نحسبه له كيما نقولوا على 20 سنه وبالتقسيط مثلا كل عام مثلا تعطيني ترونش يجي، ولا كل عام مثلا تعطي ترونش مثلا للدوله، مش كيما نقولوا حتى فلوس يعني كامله، وهكاك بشويه بشويه لا نشدوا رجال الاعمال في الحبس، وكيما قلت لك شنعملوا بهم في الحبوسات، ومنا احنا شعب نستنفوا. وش نقول لك؟ ربي يجري على الصلاح اختي. وكهو يزينا شويه هكا مسيزه، خلينا نحكيوا على الاجواء العمل انت والصنعه نتاعك. والله الاجواء نتاع الصنعه باهي. احنا لما حالا نخدموا في نزل اوتيل مرحبا هذا، عندنا تويكا اربع ايام فهمت، عندنا اربع ايام فهمت ولا ملي نخدموا. والله الجو تبارك الله بالحق فريمون، يعني الحاجه الباهيه في تونس يعني لهنا في باب حر على الموفما فهمت، موفما باهيه، ويعني تنجم كما نقولوا ابسط حاجه لهنا تنجم تعملها تشيخ يعني تبيعها وكذا، وتنجم كذا نجم تعيش يعني في تونس فهمت. وديما تختاروا هو الصنع نتاعك؟ والله هذا صنع جديد، هذا هذا نيو هذا. عليه بدلت القديم؟ لا مش مبدل انا، انا مو الخدمه نتاعي بحكم انا كما نقولوا نلقى شوانت مثلا حاضره مثلا للخدمه فهمت، عندي ماتريالي وكذا نولي نخدمه كمحسوبه. اما تويكا وليت عامل الصانع مستر عدنان. مستر عدنان ظهر فيه جينيرو برشا حاجات ورا الكواليس نتاعو. اي هو بيدو كواليس هو. وهذا الفيديو حكاك على ديما نحب نفدي ونضحك. هو بيدو يعني عدنان. انا شو عندي ستري شويه كسر بتاعي ما نحبش نخليه وقت نجم ظهره ظهرك وقت الخرج تقطف ضحك تحس روحك مرتاح. تحس روحك مرتاح ومن الخرج اللي معي معايا ضحك ودعوة تصير بلاصة من غير ما يشعر. يعني انت تسكت 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 وتعمل حاجة تضحك على الاخر هكاك ولا بارك الله عليه هكاك تسكت تسكت تطلع طلعة يخلي اي واحد يضحك طول يضحك ونفدلك صحيح. وشو انا ما نحبش ما نقدرش بصاحبي، صاحبي نحبه ديما مكالي عرسة ما جمعنا كيما صاحبي عصام ديما مكالي هم ديما مكاليني مال. علاش كيما مكالي كل عرسة مع بعضنا صحنا زوز عرسة يعني قول لك مع بعضكم هكاك يعني كي يطيح بان مثلا نعاونه هو كي نطيح انا بان يعاوني وهي ماشية هكاك. صنع باهي ولا والله يتطور باهي ماهوش خايب الاخلاص باهي ولا صباح باهي حلاوة الدنيا كل ما انت تتطور كل ما الاخلاص يتطور. قول له كان مش باهي الاخلاص عاد باهي. الحاجه الوحيده اللي ما زلناش نحكيو فيها قدام العارف. ليه عادي والله ليه والله. ليه باهي الاخلاص عليه هو يقول لك عادي يا اخي. اخلاص صباح باهي. عايش عامل العامل عايش ديما نضحك. متزوج ولا؟ معرس معرس ان شاء الله ربي يهنيك. عايش. نخلي لكم الكلمه الاخيره. باهي بسم الله الرحمن الرحيم. والله في الختام نقول يا ربي تجريها لصلاح بلادنا، وبلادنا تونس راهي باهية وحلوة وناسها مزيانين وطيبين وربي يفضلكم انتوما زادة وربي والحمد لله واسمع وباه. وان شاء الله فهمت ولا نقولوا احنا يعني بصفة عامة فهمت، ان شاء الله يكون وقت ولادنا خير من وقتنا احنا يا رب ان شاء الله. ان شاء الله تكون تونس حلوه برشا ان شاء الله يا رب ان شاء الله تحبوا تونس حلوه برشا ان